حياة الإخوة المسلمون، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. عاد الله علينا وعليكم رمضان بكل يمن وخير وبركة ورحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له هدفا في حياته، جعل له مهمة عظيمة في حياته، وهي عبادته سبحانه وتعالى وطاعته، كما جعل لكل شيء في هذا الكون هدفا وحكمة. ربنا مثلا سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والحيوانات والجمادات، كل ما في الكون خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة وهدف وغاية. غاية الكون كله أن يسخر للإنسان ولخدمة الإنسان. كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل سخرها لخدمتك أنت أيها الإنسان، وخلقك أنت سبحانه وتعالى وسخرك لطاعته وعبادته. ليس لك هدف في حياتك وليس لك حكمة من وجودك سوى عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. ربنا هو الذي قال ذلك في القرآن الكريم حينما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وطاعته، فرض علينا فرائض كثيرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكل عمل صالح فرضه الله تبارك وتعالى، يجب أن نأتمر بأمر الله وأن نمتثل بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى حين فرض علينا هذه الفرائض تكفل برزقنا، لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إني فرضت عليك فرائض كثيرة، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. الله تبارك وتعالى ضمن جميع الأرزاق لجميع الخلائق، حتى الكافرين منهم رزقهم الله سبحانه وتعالى، حتى المشركون الذين أشركوا مع الله غيره، حتى الذين لم يصدقوا بالله ولم يؤمنوا برسل الله ولم يؤمنوا بكتب الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة وما فيه من بعث وحساب وجزاء ولذلك، كل هؤلاء الله تبارك وتعالى رزقهم، لأنه هو الذي خلقهم، وما دام قد خلقهم فهو سبحانه وتعالى ضمن لهم أرزاقهم. فالرزق بداية مضمون عند الله سبحانه وتعالى، وربنا تبارك وتعالى ضمن للإنسان رزقه حتى لا ينشغل الإنسان بالرزق وهو يعبد الله عز وجل، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك: يا ابن آدم لقد ضمنت لك رزقك وتكفلت برزقك، فلا تنشغل به وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه في القرآن الكريم كذلك يقسم على هذه الحقيقة: فورب السماء والأرض إنه لحق. قبل هذه الآية ربنا يصف عباد الله المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ربنا تبارك وتعالى يضرب لنا المثل، وضرب المثل في القرآن الكريم كله أي آية تقرأها فيها مثلا أو كمثل، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يقرب لك المعنى حتى تفهمه العقول. فالله تبارك وتعالى حين يقول وفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أنك تنطق وتتحدث وتتكلم. هل في ذلك شك؟ حينما تجلس مع نفسك وتنطق، أنا الآن وتحدث، أنا أنطق، هل أشك في أنني أتكلم؟ هذه حقيقة لا شك فيها. كذلك أنت إذا تكلمت ونطقت وسمعت صوتك فهذه حقيقة. الله تبارك وتعالى يقول لك كما أنك تنطق وتتكلم ولا شك في ذلك، اعلم أن الرزق مضمون عند الله سبحانه وتعالى كمثل نطقك، ولا شك أيضا في ذلك. إذا الرزق ضمنه الله تبارك وتعالى لجميع خلقه حتى لا ينشغلوا بالعبادة والطاعة. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا العبادات لحكمة. أولا خلقنا لحكمة وهي العبادة والطاعة، ثم فرض علينا الفرائض لحكمة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم أيضا. الحكمة من ذلك لعلكم تفتحون، وكأن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يعبدوه بإخلاص حتى يكونوا من المتقين لله رب العالمين. فإن الصلاة مثلا كفريضة من الفرائض التي فرض الله تبارك وتعالى علينا، لا بد أن تؤثر في سلوكنا، لا بد أن يستفيد منها الإنسان. صلاة بدون سلوك قويم لا ثواب لها، صلاة بدون معاملة حسنة مع الجيران ومع الناس ومع الخلق جميعا لا ثواب لها، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الصلاة إذا لم تؤثر فيك، إذا لم تؤثر في أخلاقك، إذا لم تؤثر في سلوكك، اعلم بأنك تزداد من الله بعدا، تكون بعيدا. بدلا من أن تقربك الصلاة إلى الله عز وجل، إذا لم تؤثر فيك هذه الصلاة وإذا لم تنهاك عن المعاصي، اعلم أنك تزيد من الله سبحانه وتعالى بعدا. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يعني أنت تصلي وتظن أن الصلاة تقربك من الله، لكن الصلاة لم تؤثر في سلوكك ولا في أخلاقك ولا في معاملاتك، فاعلم بأن هذه الصلاة بدلا من أن تقربك إلى الله بالعكس تزيدك بعدا من الله عز وجل. إذا لابد أن تؤثر فيك العبادة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك. كذلك الصيام، ونحن في شهر الصيام، ربنا تبارك وتعالى فرض علينا الصيام لحكمة. الله سبحانه وتعالى غني عن عذابنا، غني عن جوعنا وعطشنا. الله لم يرد منا أن نجوع، لم يرد منا أن نعطش من أجل الجوع ومن أجل عطش فقط، لا. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لحكمة عظيمة أيضا. هذه الحكمة هي تقوى الله سبحانه وتعالى.
إذا كل الفرائض التي فرضها الله سبحانه يريد من عباده أن يتقوه. حكمة العبادات، حكمة الطاعات، وحكمة الفرائض أن تخرج من عبادتك ومن طاعتك بتقوى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. إذا لابد وأن نخرج من صيامنا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الصيام لابد وأن يؤثر فيه. الله تبارك وتعالى غني كما قلت عن عذابك بجوع أو عطش ماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم يصوم طوال اليوم لكن لا ثواب للصيام، لم يخرج من صيامه إلا بالجوع والعطش فقط، أما الثواب فلا. لماذا؟ لأنه لم يتق الله عز وجل. فإذا صمت فليصم لسانك عن الحرام، فليصم لسانك عن الغيبة والنميمة، فليصم لسانك عن الكذب والافتراء، فليصم سمعك عن كل ما يبطل الحق سبحانه وتعالى، فليصم بصرك عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فليصم بطنك عن الحرام، فليصم فلتصم يدك عن إيذاء الناس، فلتصم رجلك عن المشي إلى الحرام. إذا صمت فليصم جميع جوارحك معك حتى تخرج من صيامك بتقوى الله عز وجل. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما هي الحكمة من أنك تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتشهد زورا؟ ما هي الحكمة من أن تجوع نفسك وتعطش نفسك ثم ترتكب ما حرم الله عز وجل؟ ليس لك من هذا الصيام كله ومن هذا اليوم كله إلا أنك جوعت نفسك وأضمأت نفسك، لكن ليس لك حسنة وليس لك ثواب عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يريد منا في هذه العبادات وفي هذه الطاعات أن نخلص العمل لنا من صلاة وزكاة وصوم وحج، وكل خطوة تخطوها وكل عمل تعمله وكل قول تتحدث به ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نعمله أو أن نتحدث به أو أن نفعل العمل لوجه الله عز وجل، وتكون حياتنا كلها لله، لأن من أمرنا بذلك في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إن صلاتي، الله تبارك وتعالى هو الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له يا محمد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. انظر، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل ذلك يا محمد وبذلك أمرت يا محمد. أمر ربه بأن يجعل كل حركة فيه، هذه الحركة وهذه السفنة لابد أن تكون لله عز وجل. اللسان يتحدث يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا قصد الإنسان وجه الناس بعمله يقصد شهرة عند الناس، يقصد أن الناس تتحدث عنه ويقولون إنه رجل مؤمن كثير الصلاة كثير الصيام كثير الصدقة كثير الحج إلى بيت الله، يقصد بعمله أن الناس تتكلم عنه، فلا ثواب له عند الله عز وجل، لأنه أخذ ما قصده من عمله وهو حديث الناس عنه. أما يوم القيامة فلا ثواب له ولا حسنة له عند الله عز وجل. رب رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في الحديث فيقول صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم على الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة. كل عمل
حينما تقبض روحك تغلق صحائفك إلى يوم القيامة، حين يقول لك ربك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تأتي هذه الصحف فتعرضها الملائكة أمام الله عز وجل، فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي اقبلوا هذا وألقوا هذا. كل الأعمال تعرض في صحف مكتومة أمام الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقول: يا ملائكتي اقبلوا هذا وألقوا هذا. فتقول الملائكة: يا ربنا، والله ما رأينا منه إلا خيرا، إن هذا الرجل في ظن الملائكة وفي ظاهر عمله كان صالحا، كما تظن الملائكة أنه يعمل بمظهر حسن كما أراد الله عز وجل، يعمل عملا صالحا، لأن الذي يطلع على القلب وحده هو الله وليست الملائكة. الملائكة لها الظاهر، تصلي تكتب أنك تصلي وتعطيك حسنات، تصوم تكتب أنك تصوم وتعطيك حسنات، أما الذي يطلع على القلب إنما هو الله عز وجل وحده. فتقول الملائكة: يا ربنا، والله ما رأينا منه إلا خيرا، أي كان ظاهر عمله الصلاة. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي إن عمله هذا، على الذي أمرهم أن يرقوه، إن عمله هذا كان بغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان خالصا لوجهي. إذا ربنا سبحانه وتعالى يحثنا على الإخلاص، فأنت تأتي إلى بيت الله لتصلي، تصلي لله وليس من أجل أن الناس يتحدثون عنك ويقولون أنه مؤمن مواظب على الحضور للصلاة وكذا إلى غير ذلك، لا، تصلي لله، اجعل صلاتك خالصة لله، واجعل صيامك أيضا خالصا لله، فإن الإنسان إذا ما أخلص لله رب العالمين في قوله وفي عمله وفي عبادته وفي طاعته، الله تبارك وتعالى يعطيه ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة، ثمرات عظيمة، بخلاف من يعمل من أجل رضا الناس ومن أجل أن يكتسب صفة حميدة عند الناس، أو من أجل أن يكتسب شهرة عند الناس، أو أن الناس تتحدث عنه إن فلانا كذا وكذا وكذا، هذا الرجل عمله يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، يتطاير، لا قيمة له، لا ثواب له، لا فائدة له، بخلاف من يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله وفي عبادته وفي طاعته، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإخلاص، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في بداية سورة الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، آية الأخرى، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخلص لله الدين، وأن يخلص لله العبادة والطاعة فيها لله رب العالمين، لأنك إذا أشركت أحدا مع الله فلا فائدة من عبادتك، الله تبارك وتعالى يرد عليك طاعته، فأنت مرتهن أمام الله عز وجل بعملك، هذا العمل الذي تعمله تسأل عنه أمام الله عز وجل، إن كان لوجهه فلك النجاح ولك الفلاح ولك الفوز ولك الجنة،
وإن كان لمرضاة الناس أو ابتغاء وجه الناس وليس خالصا لله رب العالمين، اعلم بأن الله تبارك وتعالى سيرده عليك، لأنه غني عن هذه الطاعة التي تشرك فيها مع الله غيره. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. تشرك لا يقبل العمل، لأنه هو القائل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو الذي أشرك. العمل مردود على الإنسان إذا ما لم يخلص لله رب العالمين فيه. أما إذا أخلص الإنسان في العبادة والطاعة وفي كل حركة وفي كل سكنة وجعل حياته كلها لله، إذا زرت أخاك المسلم فاجعل زيارتك له لله، إذا أردت أن تخدمه أو أن تفعل له مصلحة أو منفعة أو تعطيه مبلغا من المال على سبيل القرض أو على سبيل الصدقة إن كان فقيرا، اجعل ذلك كله لله، ولا تجعله لمصلحة في الدنيا، أو ولا تجعله من أجل غرض يعود عليك في الدنيا تخدمني وأخدمك، لا، اجعل خدمتك لي لوجه الله، لا تنتظر مني خدمة مقابلة، لكي يكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فإذا ما أخلص الإنسان لربه تبارك وتعالى تأتي ثمرات الإخلاص الذي ذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لتفيد إنسان في الدنيا وفي الآخرة. أولى هذه الثمرات أن الله تبارك وتعالى يرضى عنك. أخلصت لله العمل، أخلصت لله القول، أخلصت لأخيك المسلم في الحديث وفي الزيارة وفي النصيحة، الله تبارك وتعالى يرضى عنك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، من فارق الدنيا أي إذا انتهى أجل الإنسان من هذه الحياة وكان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله تعالى راض عنه. إذا الإخلاص يجلب لك رضا الله، ومن منا لا يتمنى أن يرضى الله عنه؟ كل عبادتنا وطاعتنا لله حتى يرضى عنا ربنا، كلنا نتمنى رضا الله، نصوم حتى يرضى عنا ربنا، نصلي حتى يرضى عنا ربنا، فرضا الله نعمة ما بعدها نعمة. فإذا ما أخلصت لله في عملك وفي طاعتك وفي عباداتك وفي قولك، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يخرجك من الدنيا وهو راض عنك. الثمرة الثانية أنك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل سكنة، الله تبارك وتعالى لن يتخلى عنك أبدا، يصرف عنك كل سوء، يصرف عنك كل فحشاء، يصرف عنك كل مكروه، يصرف عنك كل إيذاء، يصرف عنك كل ضرر. أنت مخلص مع الله في الطاعة والعبادة والقول والعمل، مخلص في تعاملك مع المسلمين مع المؤمنين، أخلصت لهم من أجل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك. فإذا ما وقعت بك ضائقة أو سوء أو مكروه، الله تبارك وتعالى على الفور يكشف عنك هذا السوء ويكشف عنك هذا المكروه بسبب إخلاصك لله رب العالمين. وهذا مثل ضرب الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حينما يقول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف ختام الآية، ربنا يقول إيه؟ ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. العلة إنه من عبادنا المخلصين، لأن الله تبارك وتعالى صرف عن سيدنا يوسف كيد الشيطان وكيد النساء وأخرجه من هذا الموقف العظيم بسبب إخلاصه لله رب العالمين. إنه من عبادنا المخلصين، وكلمة المخلصين في القرآن الكريم كله تقرأ بقراءتين، المخلصين بفتح الله أي الذين أخلصناهم وطهرناهم لعبادتنا وطاعتنا، القراءة الثانية المخلصين بكسر الله أي الذين أخلصوا الدين لله والعبادة لله. إذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه كشف السوء والفحشاء المكروه عن سيدنا يوسف عليه السلام لأنه كان مخلصا لله رب العالمين في طاعته، لأنه كان مخلصا أخلصه الله وطهره لعبادته وطاعته. إذا الإخلاص يقف ربك بجانبك في كل سوء أو كل مكروه تتعرض له. الثمرة الثالثة، الله سبحانه وتعالى يجعل هناك فرقا بين المخلص والمرائي. رجل يرائي الناس بأعماله فلا ثواب له، أما الرجل المخلص الذي يخلص لله بكل قول وعمل وطاعة، الله سبحانه وتعالى يكشف عنه الحجب التي بينه وبينه، فيرى ما لا يراه غيره من الناس. يكون رجلان يمشيان معا، أحدهما يرى بعينه وببصره، والآخر يرى ببصيرته. الذي يرى ببصيرته فتح الله تبارك وتعالى عليه وكشف له الحجب فيرى ببصيرة قلبه. لماذا؟ لأنه أخلص لله رب العالمين. وفي ذلك قصة حدثت مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول سيدنا علي: اشتقت إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل معي، اشتقت إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في منامي كأني أصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام علي بيقول: ونحن جميعا نشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك فرق بين إيماننا بالله عز وجل وبامتثالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام أخلصوا لله رب العالمين. نحن امتلأت قلوبنا بالحق، امتلأت قلوبنا بالغش، امتلأت قلوبنا بالبغضاء والحسد، ألسنتنا لم ترطب بذكر الله عز وجل بل بألفاظ وبكلام لا يليق بنا كمسلمين ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا علي: رأيت في منامي بمجرد أن اشتاق جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت في منامي كأني أصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهينا من الصلاة وأردت الخروج من باب المسجد، فإذا بامرأة على باب المسجد معها طبق من التمر. قالت: يا علي، خذ هذا الطبق وأعطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزع منه على أصحابه. هذا الكلام يحكيه سيدنا علي كما رآه في المنام. يقول سيدنا علي: فأخذت منها الطبق وأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني تمرة،
فلما تذوقت حلاوتها في فمي قلت يا رسول الله زدني. استيقظت من نومي ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى هنا انتهى المنام. يكمل القصة في اليقظة سيدنا علي فيقول: فلما استيقظت من نومي سمعت المؤذن يؤذن للفجر في مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فذهبت للصلاة مسرعا. فلما انتهينا من الصلاة خلف أمير المؤمنين عمر وأردت الخروج من باب المسجد، فإذا بامرأة واقفة على باب المسجد ومعها طبق من التمر، قالت: يا علي، خذ هذا الطبق وأعطيه لأمير المؤمنين عمر ليوزع منه على أصحابه. هذا في اليقظة. يقول سيدنا علي: فلما أخذت منها الطبق وأعطيته لأمير المؤمنين عمر أعطاني تمرة. فلما تذوقت حلاوتها في فمي قلت: يا أمير المؤمنين زدني تمرة ثانية. قال أمير المؤمنين عمر: يا علي، لو زادك رسول الله لزدناك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو زادك رسول الله لزدناك يا علي. فوقف الإمام علي متعجبا متحيرا يضرب كفا على الإصبع ويفكر في كلام أمير المؤمنين عمر: لو زادك رسول الله لزدناك. أوحي بعد رسول الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يا علي. أغيب أطلعك الله عليه؟ قال: لا يا علي. يفكر علي: كيف علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معي في المنام؟ بل كيف علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزدني تمرة ثانية؟ ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، ليس غيبا وليس وحيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أخلص القلب لله فإنه يرى بنور الله. إن العبد المؤمن إذا أخلص القلب لله فإنه يرى بنور الله. وهذه بعض ثمرات الإخلاص، لعل وعسى أن نكون من المخلصين الذين يخلصون لله في طاعتهم، الذين يخلصون لله في عباداتهم، الذين يخلصون لله في أقوالهم، الذين يجعلون حياتهم كلها ملكا لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا يا رب على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا واخواننا ومشايخنا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واسجدنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وانتم بخير.